السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي نشوف التعارضات في برنامج النفس وركس. كل الناس تقول لي طب ما موجود في الريفت، تعالوا نفتح ملف الريفت كده واحنا بنتكلم. موجود في الريفت، وهنشوف إزاي نعمل حل للتعارضات أو نعرف مكان اللي فيه الكلاشات في قلب المشروع اللي احنا شغالين عليه. تمام، موجود في الريفت فعلا، وتقدر من خلال الريفت تعرف فين التعارضات. طب ليه حل التعارضات عن طريق برنامج نفس وركس او اي برنامج تاني؟ الريفت التعارضات اللي فيه اللي هي الحاجه اللي خبطت في حاجه، يعني لازم عنصرين يكونوا خابطين في بعض عشان يقول لي في هنا تعارض. تمام، يعني من كولبريت هقول له انترفيس تشيك، هقول له ران انترفيس تشيك. هاجي هنا ممكن يكون عنده مشروع تاني، او اجي هنا اختار مشروع، اختار الملف التاني. يعني ايه ملف تاني؟ يعني ممكن يكون ما عندي المعماري في ملف، والانشاء في ملف، والكهرباء في ملف، والتكييف في ملف تاني. فانا هاجي هنا اقول له انا عايز اختار الملف دوت. لو انا عندك اكتر من ملف، لو هما في نفس الملف بختار من ناحية الحاجات اللي انا عايز اشوفها. يعني مثلا عايز اشوف مثلا الضغط، تمام، وعايز اشوف الضغط ده خبط في ايه، خبط في الاستراكشر كولوم، بقول له اوكي. هيعمل ايه؟ يعمل شيك بين الضغطات والاستراكشر كولوم في قلب المشروع كله. بيقول لي ان في 4 اماكن فيها غلطات، ببدا اشوفهم. اقول له طب وريني الضغط دوت شو، يبدا يورهولي، وريني الاستراكشر كولوم، يبدا يدور على اي فيو موجود فيه الاستراكشر كولوم عشان يبدا ايه يزرهولي. تمام، لو الصوره مش واضحه بقول له شو، بيوريني لقطه تانية. التقرير ده لو عايز احتفظ بيه بقول له اكسبورت، وبيصدروا لي فعلا على ملف اتش تي ام ال، بس بيبقى مجرد ارقام مع بعض. يعني تعال نشوفهم مع بعض. هقول له صدر لي للاي نفس وركس دارين، اسميه نفس الاسم ار ام اي ادفانس سيمبل بروجكت سيف، بس هو كده صدر الملف. هندخل احنا على نفس وركس الدارين واقول له افتح لي الملف دوت. فهو فعلا بدأ يعمل لي التقرير اهوت، هنشوفه مع بعض. التقرير عبارة عن ايه؟ بيقول لي ايه اللي خابط في ايه، والاي دي بتاعه. الاي دي ده بستفاد منه ايه؟ باجي هنا باخد الاي دي كوبي. لو انا مثلا بعت التقرير ده لحد تاني هياخد الاي دي دوت. تمام، زي البطاقة كده، كل عنصر ليه بطاقة. لو معوش البطاقة خلاص الامن بقى بيقبض عليه بقى ويستاهل بقى الاجرام. بنيجي على مانج واقول له انا عايز اقول له سيلكت باي اي دي. يعني ايه سيلكت باي اي دي؟ يعني انا معايا اي دي معين ورهولي شو، هيبدا يوريني العنصر دوت. اوكي خلاص، هو ده العنصر اللي انا كنت بدور عليه، هو ده القاتل، او هو ده اللي عامل المشكله. نبدا نفكر في حل في المشكله. ما دمت عرفت المشكله فين خلاص بقى سهل ان انا احلها. تمام، هو انا مش ظاهر معايا، لو قلت له كنترول 1. لو انت عايز تشوف بقيه الملف اعمل نون سيلكت، ما تعملش حاجه خالص، قول سيكشن بوكس. هتلاقي ان في حاجات تانية كتيرة موجودة، بس كنا احنا عاملين سيكشن بوكس فانت شايف جزء صغير بس ايه من المشروع. طيب انا دلوقتي هل ده كافي بالنسبة لي؟ كل الناس اللي شغالة في الريفت يقول لك اه ده كافي، انما لما تبدأ تشتغل في نفس وركس تلاقي في مزايا افضل. زي التقرير بيبدا يحط لي صور، يعني بيحط لي الاي دي دوت والاي دي دوت، ويحط لي صور المشكله بحيث ابقى اعرفها. يعني ممكن ابص على المشكله، لا لا يا عم دي مش مشكله، ده هو ملمس حاجه بسيطه زيها. تمام، الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل ايه، اقول له حتى لو هما الاثنين مش خابطين مع بعض الكلاش جامد، بس قريبين من بعض قوي اعتبرها مشكله. يعني انا مش عايز يبقى العنصر دوت مثلا في محبس قريب قوي من عمود الاستراكشر، مفيش مش سايب سنتي. طب انا هقدر افتحه ازاي، ولا هبدا اعمله صيانه، ولا هركبه ازاي؟ فبعتبر ان ده خطا، او ان انا شايف ان اي ماسوره ميه مع الكيبل تري قريبين من بعض اعتبرها خطا. تمام، فالنفس وركس بيديني شويه امكانيات اعلى زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ازاي اصدر النفس وركس؟ زي ما احنا قلنا بنيجي من ادنس اكسترنال، اكسترنال تولز، وبقول له صدر لي النفس وركس 2014 او 2015.
زي الاصدار اللي انت شغال بيه، شغال بيه 2015 صدر 2015 مفيش مشكله خالص. تمام، ايه نفس ورك سويتش باك، لو انت عدلت حاجه هنا وعايز تشوفها في النفس ورك، باجي هنا في الريفت الاول واقول له سويتش باك، ماشي، خلينا نقول له هنا سويتش باك، خلاص كده السويتش باك اشتغل، اروح رايح للبرنامج بتاعي وابدا اشوف المشروع بتاعي فين زي ما هنعمله دلوقتي، وكليك يمين سويتش باك. يعني هاجي هنا، تعالى نصدر الاول، اقول له ايه صدر لي 2015، هو حصل مشكلة ما فهمني. المهم احنا صدرنا قبل كده في دروس سابقة ما فهمش مشكلة خالص. طيب اقول له افتح الملف ونبدأ نختار مشروع اشتغل عليه. هنا جاب لي ال NWF. طيب انا عايز اشوف ال NWC، لان انا بصدر ال NWC لما ابدأ اشتغل شوية بسيف ال NWF. لو انا عايز احتفظ بنسخة احتياطي تقول لي في شهر كذا احنا وصلنا لفين، بروح مسيف ان دبليو دي، بقول له ان دبليو سي، واختار ار ام اي، اي واحدة من الاثنين دول هم نفس الملف، واقول له ايه اوبن رول، بيبدأ يفتح لي الملف. تمام، ده هو النموذج. طيب النموذج ده اقدر اعمله على برنامج زي الاوتوكاد او 3 دي ماكس او اي برنامج تاني ما بيفهمش بواب وشبابيك وعناصر، اقدر اعمله، بس هيبقى كتله واحده، هيبقى كتله ما مش قادر يفهم الفرق بين المكن والفرق بين الحوايط والفرق بين الازاز والفرق بين المواسير والضغطات، هو شايف ان كله كتله، يعني كله عند العرب صابون، كل حاجه واحده. طب في الريفت ايه اللي فرق؟ ان انا دخلت على نفس وركس، او هو في الريفت نفسه لما تيجي تبص عليه، لا ده فاهم ان ده ليفل واحد وليفل اتنين وليفل تلاته. طب وجواه فاهم ان ده اير تيرمينال مختلف عن الكيبل تري، الستراكشر كولوم، تمام، عن السلالم، عن الروم، عن البايب، عن الفلور، ففاهم كل العناصر، فيقدر يعمل لي عليها سيلكت سريعا جدا. عند ده ضغطات مثلا، ده مكنة كهرباء، ففاهم ان مكنة الكهرباء غير المكن بتاع الميكانيكا، غير الكوندت، ده الروف، في الروف مثلا عايز الميكانيكا الالكتريكال، خلاص جاب لي الميكانيكال بس. لو انا عايز اقول له الضغطات هيبدأ يجيب لي الضغطات، لو عايز ضغط فيتنج، فهو فاهم كل العناصر. فانا ببساطة جدا لو قلت له اعمل كاشات، هو على طول فاهم ان ده ضغط، هيبدأ يشوف الضغط ده خافت في ايه من الانشائي، ويبدأ يقول لي ان في عندي غلطات هنا. طيب تعالى نشوف الموضوع ده مع بعض من قائمة هوم، أقول له إيه؟ كلاش ديتكتيف، هيبدأ يجي يطلع لي شاشة، الشاشة دي لو أنا عايز مش عايزها هنا أبدأ أحركها وأقول له خليها لي تحت، تمام، مفيش أي مشكلة خالص، سواء هنا أو هنا مفيش أي مشكلة. تمام، طيب أنا دلوقتي عايز أعمل تيست، باجي هنا مفيش حاجة بتتحرك معايا خالص، تمام. طيب انا عايز ابدا اعمل تيست، بقول له ايه اد تيست، واسمي دي ميكانيكال وستراكشر على سبيل المثال، انت ممكن تسميها اي اسم انت عايزه، يعني الاسم مش هيفرق، يعني خليك مثلا جيت على واحد عادل وقلت عليه ظالم، هو نفس الشخص، احمد سحمد، مش هتفرق معنى الاسم. لا مش مجرد ان انا اخترت الاسم ده هو يبدأ يعمل تيست، لا ده مجرد بس ايه حاجة عشان تفرق، ان انا ممكن اعمل كذا تيست. اجي هنا اقول له من الناحية دي ممكن يكون انا عندي معماري وانشائي وكهروميكانيكال، يبقى اختار المعماري من هنا واختار التكييف مثلا من هنا. لو انا عندي، لو انا مدخل كذا مشروع، طب ادخل كذا مشروع ازاي؟ باجي هنا واقول له ايه ابند، ابند، بروح مدخل ملف تاني جنبيه وابدأ اعمل كوردينيشن بينهم. بس انا عندي هنا الملف كله في المشروع كله في ملف واحد، فاقول له هنا مثلا انا عايز الضغطات، الضغط والضغط فيتنج، وادوس على كنترول عشان احتفظ بالتحديث السابق ليفل 3، اقول له انا عايز الضغط مع الضغط فيتنج،
ده من الناحية دي. طب ايه بقى من الناحية دي؟ اجي هنا ادوس على علامة زائد واقول له انا عايز الاستراكشر كله، تمام كده. انا عملت حددت هنا وحددت هنا، بعد كده بختار نوع الكوردينيشن بينهم او كلاش ديتكتيف. هل هو هارد؟ هارد يعني هيبدأ يشوف الحاجات الخبطة في بعض حقيقي. تمام الكليرنس بشوف المسافة الفاضية بينهم، يعني ممكن اقول له ايه اقل حاجة تلاقيها تسمح بيها 5 سنتي. تمام اقل من كده اعتبرها مشكلة. دبليكيت لو في عنصرين مكررين، انا عايز اشوف ايه الحاجات اللي مكررة. تمام خلاص انا حددت مثلا الهارد لازم يكون خاطين في بعض، تمام واقول له ران تيست، هيبدا يعمل كلاش ديتكتيف، فيبدا يشوف لي المشاكل فين. ادو مثلا كلاش، الكلاشات اكتر لان انا اخترت الدكت واخترت الفيتنج كمان، فلو في برضه فيتنج هيبدا يشوف المشاكل ديت. تمام دي كلها مشاكل. بسم الله ما شاء الله. تمام اول ما بتقف على اي كلاش هو اوتوماتيك بيجيب لك الكلاش ده موجود فين. تمام طيب انا دلوقتي عرفت فين الكلاشات، ممكن نبدأ انظمهم. يعني انا شايف مثلا الكلاش دوت ممكن مثلا عايز اسميه مثلا نيو جروب، انا عملت جروب جديد هبدأ احط فيه المشاكل ديت. انا مثلا عارفين ان جروب عملنا جروب نسميه مثلا ايه، عايزين نكتب كل واحد مسؤول عن غلطة ايه. يعني كان ساعات مثلا في المشروع يكون مثلا مش عارف مش عايزين في لخبطة كتير في المشروع، مش عايزين نقول ان احنا اللي غلطانين فيها، فكل ما ام ايه، ام ايه يعني مجموعة عبيد، يعني كلنا غلطانين في نفس الغلط دوت ام ايه. تمام يعني المشكلة دي مسؤولة عن مين اللي حلها، ام ايه هو بقى يدور على مين ام ايه عشان يحلها. نيو جروب انت بقى بتبدأ تنظمه مع بعض، يعني ممكن تقول ايه الغلطات اللي ايه لا تغتفر، الغلطات اللي تودي 60 داهية، الغلطات اللي ممكن تقفل لنا الشركة كلها. تمام لا الغلطات دي عادية ممكن نعديها محدش ياخد باله. تبدأ تسمي الأسامي وتبدأ تحل الكلاشات ديت. لو كلاش جديد بتكتب نيو اكتف لسه شغال ريفيو ابروفد ريسولف مثلا، ده ابروفد خلاص. مثلا انت قلت ان احنا ممكن نشيل العمود ده خالص او نشيل الكاميرا دي خالص مفيش مشكلة، خلاص براحتك. تمام طيب نيجي بقى على اخر حاجة اللي هي التقرير، بشوف انا عايز التقرير ده يحتوي على ايه. تمام زي التقرير بتاع الدكتور، اهم حاجه بيكتب ايه الامراض اللي عند الواحد، ايه الدواء اللي عند الواحد، بيقعد يشخبط كده مفيش حد بيفهم حاجه من اي حاجه اهيت. يعني الواحد بيحس ان هو كاتب للصيدلي ايه اصرف اي حاجه من عندك للحمار اللي واقف دوت وبلاش يصدعنا ويجي له كل شويه، ما انت مش فاهم هو كاتب ايه، كاتب حاجات كده باللاتين. طيب هاجي هنا اقول له ايه current test، يعني هل انت عايز تصدر التقرير الحالي ولا كله كومبايند كله مع بعضه خلطبيطة، ولا اقول تيست سيبريت كل واحد منفصل مع نفسه. طيب انا هقول له كرنت تيست الحالي بس. تمام ال HTML عايز تصدر HTML صفحة نت ولا XML هتوديها لبرنامج تاني ولا تكست ولا اس فيو بوينت صور، اقول له ايه ماشي خليها HTML عشان يبقى زي التاني، واقول له ايه رايت ريبورت واقول له سماها ميكانيكال ستراكشر سيف يس. كده بدأ يصدر التقرير بالمشاكل اللي موجودة. تمام خلينا نروح لنفس ورك الدارين
ونبدأ نشوف فين التقرير. نفتحه على الانترنت اكسبلورر. انا ما بحبش الانترنت اكسبلورر عموما خالص، ما استخدموش نهائي. انا على طول بستخدم جوجل كروم او فايرفوكس، بس حاسس ان انا كنت فاتحه الكروم فاتحه شغال عليه، فخلينا نشغل ده. زي ما انت شايف بيبدأ يجيب لي صورة لكل عنصر، تمام، بحيث ان انا ابدأ اشوف المشكلة دي فين، وبيجيب لي الاي دي بتاعه، بحيث لو انا عن طريق برنامج الريفت او اي برنامج تاني ابدأ اعرف المشكلة فين. بيقول لي ان ده الاليمنت اي دي بتاعه كذا، وموجود في انهي دور، والعنصر هنا ده دكت، الايتم تايب نوعه سوليد، تمام. بيبدأ يجيب لي كل التفاصيل اللي انا عايزها في المشروع. بسم الله ما شاء الله، حاجات كتيرة جدا، تمام. ممكن تعمل كذا اختبار، اجي هنا التست وابدأ اقول له مثلا انا عايز الالكتريكال وهي البايب مثلا، تمام. زي ما انت شايف هنا بيقول لي ده الكلاشات قد ايه، الابروفد قد ايه، هو واحد بس اللي احنا وافقنا عليه. طبعا لو معاك فلوس من تحت الترابيزة هيقف على المشروع كله والمبنى يقع بعد كده، مفيش مشكلة، تمام. سيلكت، تبدأ تقول له بقى أنا عايز أختار إيه. طبعا في أدوات بتسهل عليا الاختيار، يعني بدل ما أنا أدخل ليفل واحد أختار الضغطات، لأ في أدوات تانية بتسهل عليا الاختيار زي فايند أيتم. يعني برنامج في حاجات كتير حلوة هناخدهم واحدة واحدة، بس احنا بنركز على حاجة معينة. ممكن أقول له إيه أنا عايز هنا، اقول له انا عايز اللي هي الحاجات مثلا ممكن تحدد، شوف انت عايز تحدد بأني عنصر بأني حاجة. ممكن تقول له مثلا انا عايز الايتم اللي النيم بتاعه بيساوي، وتبدأ تشوف الايتم ده انا عنصر انت عايزه. ممكن تقول له مثلا انا عايز احدد عن طريق الليفل، انا عايز الحاجة كلها الليفل بتاعها كذا، بيس ليفل، الديستنس، الاليمنت، النيم بتاعه بيساوي، تبدأ تشوف ايه الاليمنت اللي انت عايز تحدده. يعني دي بتسهل عليا ان انا اعمل تحديد العناصر، ممكن مثلا عن طريق السكادول ليفل، عن طريق التايم لينير، عن طريق اليمنت اي دي لو انت عايز معاك اي دي معين للاليمنت، البيس ليفل بتاعها، تبدأ تشوف انت عايز تحدد عن طريق ايه. ده بيسهل عليك شوية في التحديد. او من هنا سيلكشن تري، ممكن عن طريق ان انت تحدد شويه حاجات زي ما احنا شفنا قبل كده. تقول مثلا عايز الاير تيرمينال مع الضغطات، واقول له هنا ست، وابدا اعمل لها ست معينه بحيث يبقى سهل عليا ان انا احددها على طول. يعني اقول له مثلا ضغط و الاير تيرمينال في ليفل واحد، ده كده يسهل عليا ان انا احدد العنصر في اي وقت لو انا هحتاج ان انا احددهم كتير، تمام. لو انا عايز ابدا اتحرك ممكن عن طريق الماوس تبدا ان انت تتحرك وتشوف انت عايز تروح فين، وممكن من خلال الفيو بوينت ابدا اقول له انا عايز ووك امشي كده كانك انت ماشي في قلب المبنى. ممكن اقول له انا عايز كولسيون بحيث ان انا ابقى ماشي على الدور نفسه، تمام. في مستوى اعلى اللي هو جرافتي، اللي هو ان انا عايز امشي وما اخبطش في حاجه. يعني ايه ما اخبطش في حاجه؟ يعني اول ما الاقي مثلا عمود لا اقف، كان انا شخص بني ادم حقيقي، فاول ما الاقي حاجه اقف، تمام. انا كده خبطت في السلم، في الترابزين بتاعت السلم كده، نازل على السلم. خلي بالك هو بينزل سلمة سلمة، وأول ما يخبط في الترابزين هيقف، يعني أعلى من الوكس رو بتاع الريفت. اللي متصور إن الريفت هو يعني الإمبراطور بتاع كل حاجة، لأ هو هنا تقريبا في مشكلة في السلم مش عامل مظبوط، تمام. هو الفكرة بس إن أنت مجربش بقية البرامج، إنما كل برنامج بتجربه بتلاقي فيه ميزة. أنا نطيت من على السلم على أساس كان فيه مشكلة، تمام. في حاجة تانية غير الووك اللي هي الفلاي، لا أنت بقى حر بقى نفسك مع نفسك، انطلق، تمام. طيب ممكن أقول له أنا عايز ثيرد بيرسون،
انا عايز شخص قدامي بحيث ان انا اتخيل ارتفاعات الحاجات. خلينا نخفض شوية عشان نشوفه. انت كده معاك شخص بحيث اتخيل ارتفاع الحاجات. فيه هنا ازاز فهو مش قادر يعدل الازاز، هقول له لا خلينا اعدل الازاز عادي. طيب هقول له ايه، ما تعديش حاجة بقى دلوقتي. اطلع السلم، هو كده طالع السلم درجة درجة. لو في حاجة مقفلة ان هو يطلع على السلم، بص أول ما يخبط في عمود هيروح واقف. يجي يعدي الإزاز، لأ مفيش بني آدم بيعدي الإزاز كده، لازم تفتح الباب. تمام، وفي طرق بنعملها بحيث ان هو أول ما يقرب من الباب الباب يتفتح. ممكن يكون في السلم فيه مشكلة فهو مش قادر يطلع سلم، ممكن يكون تعبان أو حاجة. طيب دي من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليا إن أنا أبص على المشكلة وإن أنا أتحرك في قلب المشكلة. في عنده أوربت لو أنت عايز تتحرك، تمام، دي غير الأوربت بتاعت عمرو أديب، دي حاجة تانية كويسة يعني. ماشي، طيب نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو كلاش ديتكتيف. أقول له إيه، انا بس عندي شاشة صغيرة يعني ايه لازم عشان اشوف الشاشة ان انا الغي اللي فوق كله. تمام، اقول له انا عايز اشوف المشكلة ديت وابدأ احدد ان الحاجات اللي انا عايز اشوفها مثلا الكتريكال. ماشي، مع البايب ابدأ اشوف فين البايب اللي هنا. طبعا هي اوتوديسك غلطانة يعني، عاملة شوية غلطات مقصودة طبعا، مش عشان احنا نلاقي مشاكل. او صراحة الملف اللي هي جايباها سيمبل في قلب مع المشروع في بلوة سودا، بس احنا بنحسن الظن وبنقول ان هما متعمدينها عشان احنا نتعلم منه، نتعلم الغلطات عشان ما نعملش كده تاني. ممكن اقول له هنا انا عايز الكليرانس وابدأ اشوف انا عايز اقل مسافة ممكن اسمح بيها قد ايه، اقول له ران تيست. هو يبدأ يشوف لو في اي مشاكل، تقريبا ما فيش اي مشاكل خالص. طيب خلينا نضيف مع البايب، نضيف الضغطات. يبقى هنا الكهرباء من ناحية وهنا الضغط مع البايب في ناحية، واقول له ايه ران تيست. طيب كويس، ما فيش اي مشكلة برضو. الحمد لله ما فيش اي مشاكل خالص. تمام، طيب خلينا نضيف مثلا الاستراكشر كله. بقوله ران تيست، هو تقريبا الكهرباء بسيطة خالص في المبنى دوت، فكل ما يفحص ما ليش مشاكل. طيب خلينا نغير الفحص عشان شايفين ايه المشكلة. اقول له مثلا الوول من الناحية دي مع الاستراكشر كله، واقول له ران تيست. بدأ يجيب لي المشاكل. تمام، هنا بحدد اقل مسافة انا سامح بيها قد ايه، يعني ممكن اقول له انا سامح مثلا ب10 سنتي مثلا، ران تيست. فيبدأ يشوفها التقرير، تبدأ تشوف التقرير وتقول له رايت ريبورت. تمام، ومن هنا ممكن تقول له على فكرة من ضمن الحاجات اللي سهل عليا برضو في التحديد لو انا عايز احدد عنصر. تمام، انا دلوقتي لما بعمل سيلكت لو انا عايز اخلص من الامر اللي انا فيه اقول له سيلكت. هنا انا دلوقتي لما اعمل سيلكت
العنصر بيعمل ايه؟ بيجيب لي تحديد للعنصر دوت. ليه؟ لما تدوس انت كليك يمين بتلاقيه محدد سيت سيلكشن ريزوليوشن تو فيرست اوبجكت، حدد العنصر اللي انا اخر عنصر اللي العنصر اللي انا محدده دلوقتي. تمام، ممكن اقول له باي لاير. يعني ايه باي لاير؟ يعني محدد العنصر ده انا حددت كل الحاجات اللي على نفس اللاير ديت. انا لو حددت هنا هيبدا يشوف الحاجات اللي على اللاير دي ويبدا هو يختارها كلها. يعني مثلا اخترت مثلا اي حاجه، هو يبدا يشوف اللاير بتاعتها كلها ويجيبها. تمام، طيب ممكن ادوس كليك يمين واقول له ايه تو فايل. يعني لو انا عندي هنا كذا فايل، اول ما احدد عنصر هيبدا يجيب لي الفايل كله. يعني ممكن اكون مثلا محدد المعماري والاستراكشر والكهروميكانيكال، اول ما اعمل كده هيجيب لي الملف بتاعه كله. تمام، هنا كليك يمين واقول له ايه فيرست اوبجكت، مجرد ما احدد العنصر هيجيب لي العنصر بتاعنا بس، مش هيجيب لي اي حاجه تانية غير العنصر اللي انا محدده. لو انا احتجت اللي هو باي لاير اقول له تو لاير، يبقى انا كده لما احدد حاجه هيجيب لي اللاير بتاعتها كلها. تمام، ان شاء الله في حاجات تانية هنوضحها اكتر في الدروس الجاية بإذن الله، وان شاء الله برضو هيبقى في تلاقي الأسئلة، نجمع الأسئلة كلها ونحاول نجاوب عليها، وربنا يعين ان شاء الله، ويبقى ان شاء الله الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشاكل خالص. وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على الحصر في برنامج النفس وركس، بعد كده نشوف حاجات ادفانسد شوية في الكاش ديتكتيف، في التايم لينير، في التعامل مع برنامج نفس وركس. والله المستعان.